بناء على نجاح الإصدارات الستة السابقة، نظم المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير في نسخته السابعة، وتهدف النسخة السابعة أن تكون فرصة اللقاء والنقاش تجمع بين مختلف الأطراف والاهتمام المشترك بالتحديات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وأيضا الطاقة على المستويين الوطني والدولي أيضا. ويعتزم المغرب أمام ندوة الموارد إدراج مسألة المياه في طلب المشروع الوطني لنموذج التنمية الجديد الذي انطلق بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، وفي الوقت نفسه وإدراكا لمحدودية سياسة الإمدادات، فإنه سجل مقاربة قائمة على الطلب وتنوع الحلول لتأمين لجوء دائم وتأمين المياه للجميع في إطار اقتصاد متسلسل وتداوري يتم فيه تثمين مكانة وأهمية المياه. وستعرض في هذا المعرض التغطية الإعلامية لهذا الحدث التغييرات في السلوك وأثرها على طرق الإنتاج والاستهلاك وتقييمها. مولاي إدريس حسناوي مكلف بمهمة لدى مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة تجهيز الماء، كذلك كاتب عام الائتلاف المغربي للماء. بالنسبة لهذه المناسبة اللي احنا بصددها، هي يعني احنا بصدد يعني النسخة السابعة للمعرض الدولي لتقنيات وتكنولوجيا الماء والصرف الصحي. إذا النسخة السابعة يعني بعد نجاح النسخ الأولى، يعني احنا في النسخة السابعة كاين استمرار كل سنة، هو يعني تقريبا موعد سنوي، و يعني كيتطرق لإشكاليات التقنيات المائية بطبيعة الحال، لأن هذه التقنيات كتغير وكتطور يعني سنة عن سنة، وكتكون مناسبة باش نوقفوا على يعني المستجدات في هذا الميدان. هذا كما كتشوفوا كاين معارض، دونك كاين عارضين يعني اللي كيقدموا يعني التقنيات ديالهم وكيفية استعمال وترشيد المياه بطبيعة الحال. وموازاة مع المعرض الدولي للماء والصرف الصحي وتقنيات الماء والصرف الصحي، بطبيعة الحال كننظموا يعني يعني كنضموا يعني تقريبا نقول مناظرة يعني دولية هذا العام بالعنوان اللي خصنا لها، هو الماء يعني المجالات الترابية والاستدامة. لأن بطبيعة الحال على الصعيد الوطني أو على الصعيد المركزي حققنا مكاسب في المغرب بطبيعة الحال في تدبير المياه، لكن على الصعيد ديال المجالات الترابية بطبيعة الحال كاين توجه يعني مكثف مؤخرا بطبيعة الحال لتدبير المياه على الصعيد المحلي، و يعني توفير شروط الاستدامة، لأن كنهضروا اليوم على التنمية المستدامة، فالتنمية المستدامة راه ماشي مجرد يعني مفهوم، هي راه إجراءات يعني كبيرة اللي كتخلينا يعني كنرشدوا الاستعمال ديال المياه ديالنا. معكم أنس تيجيني، مهندس مدني وخرج مصدر الحسنية والشغل العمومية ومؤسس ديال لاستارت اب بريكونستركسيون بويما. شنو كنديروا في بريكونستركسيون بويما؟ هي كنحاولوا دونك نجاوبوا على واحد الإشكالية اللي كاين في مجال البناء في المغرب، اللي هو صاحب المشاريع دائما كيلقاو مشاكل باش يختاروا شركة البناء، وهاد شركة البناء إلا ما كانتش مؤهلة يعني كتخلقوا بزاف ديال المشاكل في المشروع. منها مثلا إلا لاحظتوا في السيمانة الفايتة كنت طحت واحد العمارة، وطبعا عاوتاني حتى المشروع يقدر يكون عندنا واحد المشروع اللي فيه الجوده ناقصه. اذا كاين بزاف المشاكل اللي كيلقاو صاحب المشاريع باش يختاروا شركه البناء للمشاريع ديالهم. ومن غير هادشي يعني العمليه ديال الانتقاء ديال شركه البناء كتكون واحد العمليه اللي طويله ومعقده، ولا تم زعما لا جيستيون ديالها بواحد الطريقه اللي عاديه، هنا كيكون واحد الضياع ديال الوقت والانتاجيه للجميع ديال الفاعلين اللي كاينين في المشروع. عليها بريكونستركسيون بايمان دونك هي واحد المنصه كتجمع
جميع دونك الفاعلين اللي كاينين في مشروع بناء، وكتمكن صاحب المشاريع باش يختاروا شركه البناء اللي تكون مؤهله، وهذا الشيء بواحد الطريقه اللي سلسه رقميه، واللي كتمكن جميع الفاعلين باش يتعاونوا ويخدموا بواحد الطريقه اللي سهله الاستعمال. وهذا الشيء طبعا كنمكنوا يعني صاحب المشاريع باش يعني نسهلوا عليهم اتخاذ القرار، وفي نفس الوقت يعني نربحهم في الوقت والانتاجيه. حسن قريشي، مدير شركه ميراكل واتر، مكلفه بمعالجه المياه المغناطيسي، الحل الامثل للقضاء على مشاكل ملوحه المياه والتربه. عندنا الجهاز هنا المعرض، كاين مشكل المطروح في العالم او في المغرب، مشكل المياه، الماء، مياه الري. هنا المشكل اللي كاين في المغرب هو عند الفلاح، مشكل مياه الري ومياه والتربه، ملوحه المياه وملوحه التربه وقله الانتاج. الور هنا تتوقع مشكله، شنو الحل؟ الحل هو هذا الجهاز. اش يعمل الملوحه اللي كاينه في الماء كلها اللي كاينه، الملوحه كاين دي كريستو، الروابط بين الاملاح تدير مشكله على التربه ومشكله على الجذور وقله الانتاج. الجهاز اش يدير اكزاكتومون؟ يحل المشاكل اللي كاينين في الماء، يعني يقتل البكتيريات الحشرات وتجي دوك الاملاح يوليو يعني صغيرين جدا وتيمشيو. اش يعلو؟ يحيدوك الملحه اللي كاينه في التربه والملحه اللي كاينه داخل التربه والملحه اللي كاينه على الجذور، وفي الاخر اش يعطي؟ تولي الانتاج يعني ديك الاملاح اللي كاينه في التربه والاملاح اللي كاينه في الماء تولي كلها يعني امتصاص، تولي كلها تستافد من الشجره، زائد الاملاح اللي زونغري تتعطي تمدي، يعني تولي تتقلل من الماء اللي احنا الهدف منه، قل من الماء والانتاج، وتقلل من لي زونغري اللي ما يبقاش يستعملوها كاكو يديروا لنا المشاكل في التربه. يعني وفي الاخير الاخر الفلاح تيستافد بزاف، تيتزادوا انتاج اكثر، قلة الأملاح وقلة الماء والإنتاج أكثر، هذا الشيء الفلاح اللي غادي يستفاد منه. محمد فكرات، عضو مؤسس ديال الائتلاف المغربي للماء، وفي نفس الوقت نائب الرئيس ديال هذا الائتلاف. هذا الائتلاف هو مؤسسة اللي قمنا بخلقها داخل الاتحاد العام لمقاولة المغرب، ملي كانت هناك لاكوب 22 اللي كانت في مراكش، والهدف منها هو خلق واحد الفضاء ديال تقاسم تجارب وتقاسم الخبرات من طرف المتدخلين في الميدان ديال الماء، لا المتدخلين العموميين الوزارات، ولا كذلك المؤسسات العمومية اللي كتشتغل على الماء، ولا كذلك حتى الشركات اللي كتشتغل في القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الجامعة. وكان دائما داخل هذا الفضاء الإمكانية باش الخبرات والنجاحات أو المبادرات اللي كتكون حول الماء تكون متقاسمة ومعروضة باش نعرفوا عليها أكثر داخل هذا الائتلاف. وفي نفس الوقت كنحاولوا كائتلاف باش يكون هناك تواصل مع المقررين ولا كذلك المواطنات والمواطنين. كان هناك صياغة ديال كتاب الأخضر الأزرق، عفوا الكتاب الأزرق اللي جمع جميع التوصيات اللي اشتغلنا عليها، اللي كتصب كلها في التعامل مع الماء كثروة نادرة وكتطلب منا مسؤوليه خاصه في التدبير ديالها. والماء كيف كتعرفوا كاين فيه عده جوانب، القطاع ديال الماء كاين التعبئه، كاين كذلك المعالجه ديالو، كاين التدوير ديالو، وهاد الامور ما نجحوش فيها الا كنا كنكتفيو فقط بالحلول التقليديه. كاين هناك حاليا حلول جديده على شكل مثلا تقنيات، مثلا التحلية ديال الماء ديال البحر، كاين كذلك التدوير، الاقتصاد التدويري، معالجة المياه المستعملة، كاين التعبئة ديال المياه ديال الأمطار، كاين في المجال ديال الاستهلاك ديال الماء، استعمال مثلا الري أو السقي بالتنقيط، كاين عدة أفكار اللي موجودة في البلاد ديالنا على شكل مبادرات مبعثرة، ولكن كتطلب باش نشتغلوا عليها جميع ونشجعوها أكثر وتكون معممة. وما بين التوصيات الكبرى هي التحسيس ديال المواطنات والمواطنين على الماء باش يتستعمل بشكل مسؤول مسؤول مسؤول، لأن الندرة راه غادي تكون، خصنا نحاولوا باش ندبروا هذه الندرة
بصفة مستمرة، لأن الجفاف راكم لاحظتوا مع المتغيرات المناخية ولا تقريبا مع الأسف منتظم، عندنا جفاف منتظم والسدود في مستويات منخفضة. هذه كلها كتطلب منا تعامل مع الماء بشكل أكثر مسؤولية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.